وللمزيد ينضم إلينا السيد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. سيد عصام، يعني كيف ترى الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة الجديدة والأولويات التي سوف تكون موضع للنقاش؟ الحقيقة أنا شايف أن الأولويات هتبقى أساسها هي المحاور الرئيسية في تكليف فخامة الرئيس الدكتور مصطفى بدولي في تشكيل الوزارة الجديدة، اللي هي الأمن القومي المصري بكل معطياته، إعادة بناء الإنسان المصري أو الاهتمام ببناء الإنسان المصري اللي هو يواكب الجمهورية الجديدة، الاهتمام بالصحة، الاهتمام بالتعليم، المواطنة، كل هذه الملفات. بالتأكيد احنا عندنا إحساس ونأمل طبعا أنه يكون هذا التشكيل الجديد في الوزارة مش مجرد فقط تغيير من في اسماء وزراء، ولكن احنا حاسين، وده كان برضه مدينا الاحساس اكتر او عمق هذا الاحساس عندنا، انه تأني في الاعلان عن الوزاره الجديده وهو تغيير السياسات الوزاريه، لانه الموضوع ليس فقط اشخاص ولكن ايضا في السياسات. الحقيقه احنا عندنا توقع في الحزب انه هيكون في استحداث لوزراء جديده، ضم وزراء مع بعضها، اسناد مهام اكتر لبعض الوزراء بما يلائم الهدف العام لتكليفات فخامه الرئيس للحكومه الجديده للانسان المصري. ونضيف عليها كمان امبارح في خطاب فخامه الرئيس، وهو ان الحكومه الجديده سيكون البعد الرئيسي فيها هي رعايه المواطن المصري. يعني نقدر نقول انه الاجتماع ممكن يكون فيه هي معايير التقييم اداء الوزارة الجديدة هيكون هو مستوى رضاء المواطن المصري. طيب، أشار بيان مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أيضا مجموعة من النقاط المتعلقة بقضايا التشريعية وأخرى اقتصادية، لكن إلى أي مدى سوف يكون التنسيق بين إدارة الحوار الوطني والحكومة؟ الحقيقة المفروض أنه طبقا للغرض اللي أنشئ منه فكرة الحوار الوطني، هو الآراء اللي بتطلع عليها توافق بين مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الموجودة في مصر، وبعد حوار مجتمعي يعني، وبتطلع لفخامة الرئيس ثم بتنتقل من فخامة الرئيس إلى الحكومة. التقليد الجديد اللي عمله فخامة الرئيس وهو فتح مجال الحوار ما بين مجلس أمناء الحوار وبين الحكومة، أنا في تصوري هي هتكون عملية متابعة لتنفيذ ما تم توصيته من الحوار الوطني سابقا. لكن نعم، بالتأكيد أن التكلفات بتاع فخامة الرئيس لها بعد تاني احتمال كبير في أجزاء كثيرة منها الحوار الوطني لم يطرحها. يعني أنا تصوري أنه مجلس الأمناء في أدائه، طبعا أنا مش عضو مجلس الأمناء فما أقدرش أقول، لكن تصوري أنه هيكون الحوار واللقاءات هي عملية إن هي متابعة أو رؤية، إعادة الرؤية أو التوضيح للتوصيات أو اللي رفعها لفخامة الرئيس، وفخامة الرئيس بدوره أعلنها أو مررها إلى الوزارة، وبالتالي متابعة. لكن حتة المتابعة العامة للأداء والمناقشة والمسألة ده حق أصيل للبرلمان المصري. الحقيقة الحوار الوطني مش عملية مزدوجة خالص. ما فيش شك. يعني سيد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.